معانا دلوقتي طبعا الاستاذ مهدي بن عبيد التونسي المحلل والمدرب. استاذ مهدي، تقييمك للمباراه النهارده ايه الاول ما بين الهلال وتشيلسي، وكيف ترى مباراه الاهلي والهلال المقبل؟ فالمباراه الاهلي وتشيلسي المباراه اوفت بوعودها، وكانك تشاهد مباراه من الدوري الانجليزي على الاراضي الاماراتيه، مباراه قوية جدا من الجوانب البدنية التكتيكية. الفريق الإنجليزي تقريبا بكل نجوم اللي نعرفوها ما عدا غياب المدرب، الهلال قدم نفسه كأحسن ما يكون، قدم مباراة بطولية، كان قريب من التعادل في وقت من الأوقات، تلك هي أحكام الكرة. مبروك للهلال هذا الأداء. مباراة لا يمكن نسيانها بسهولة، مباراة يعني خلينا نقولوا تؤكد حجم وشعبية هذا النادي العريق على مستوى الآسيوي. الأهلي والهلال بقى تشوف الماتش ده ازاي؟ مباراة مفتوحة لكل الاحتمالات، مباراة الأشقاء، الأهلي المصري نادي القرن في أفريقيا، غني عن التعريف، تمنينا أنه يمشي لبعيد مثل الهلال نصف نهائي المباراة النهائية، تلك أحكام الكرة، عانى كثير من الإصابات من غياب بعض العناصر المؤثرة، مش نهاية العالم، مباراة على المركز الثالث مهمة للفريقين، تحسب للفريقين، ميدالية برونزية، مفتوحة لكل الاحتمالات مرة ثانية. فاعتقادي لو كان الأهلي مكتمل الصفوف ربما يكون هو أفضل في هذه المباراة، لكن قياسا بما قدمه الهلال مكتمل الصفوف اعتقادي الهلال هو أقرب للفوز شوية، وإن كان نتمنى نحن ونهني الفريق اللي فاز في هذه المباراة، فريق عربي شرفنا، فريق عربي نتمنى حضوره دائما يكون متواجد. أرقام النادي الأهلي تتحدث عن نفسها السنوات الأخيرة، لم تأتي من فراغ، نادي يعني تقريبا تعود على مثل هذه اللقاءات، على مثل هذا الحضور، على مدى التمثيل المشرف العربي الافريقي. تحياتي لاداره النادي، تحياتي لرئيس النادي، لجمهور النادي الاهلي المصري العريق.